غرفة قياس. إذا ما تقدر نفسك وطاقتك ومالك على أنك تسوي شيء، ما أنت مجبور تسويه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نصادف فيها الحياة ناس لبسوا مقاس واسع عليهم خلاهم متكبرين من ضخامة مقاسهم. اللي لبسوه ما قدروا أنهم يطلعون يدينهم يمدونها بالسلام على اللي حولهم. فلا تضيق على نفسك وتلبس ضيق العيش وتضايق على اللي هم حولك، ولا تلبس ثوب فضفاض يخلي حركتك صعبة وعيشتك غصة. البس ثوب الحياة اللي يناسبك. لا تسرف، لا تدفع، لا تتكلم بشيء ما تقدر تتحمله وتسويه. خليك صاحب جود وسخاء، تعيش عيشة الفقراء السعداء بنظر الأغنياء.